دينا في داهيه. ماليش فيه، ده انا هموت على باك فاير من الصبح. طيب بس ننجز بسرعه. اخ يا سلام، ده بيخبط في النافوخ بيخليني مش فاهم اي حاجه. بقول لك ايه، بتعمل لنا خبر جامد كده. يخرب بيت دماغك، انت بقيت حوت يا رشا. الله، انت ايه اللي مضايقك؟ مش انا تنستك يا قلبي. ماشي يا عسل. وادي احلى خبر. يا نهار اسود. طب انت قاعد انت وهي شيدك من العكمنتات. ما تخافيش دي حته امين شرطه. ايه يا عم في ايه؟ يا البلد دي سايبه ولا ايه يا عم؟ انتوا جايين تعملوا نمره عليا؟ انا مش هنزل من العربيه يا وليد. بقول لك ايه يا عم، الكلام معانا مش معايا. ايه يا حبيبي؟ مالك زعلان وصوتك عالي؟ بطاقتك لو سمحت. ماشي يا باشا. ايه يا باشا البطاقة ايه؟ احنا بس 5 دقايق يا باشا وكنا هنطير والله. تطير على فين يا عم وليد؟ ما انتوا قاعدين وبتحششوا من الصبح. لا يا باشا حشيش ايه، والله ما بنحشش يا باشا. امنع الكلام وما تحلفش. ما انتش كويس يا جمعة. مساء الخير يا حلوة. معلش بقى عكرنا عليكم السهرة. الله الله الله، ايه ده كله يا ست رشا؟ رشا، هو حضرتك تعرف اسمي ازاي؟ هو انا بس اللي اعرف اسمي؟ ده الداخلية كلها عرفت ان رشا ووليد قاعدين بيضربوا مخدرات مع بعض. وفين؟ في المنطقة بتاعتي. شايفة بقى الراجل الطيب اللي قدامك ده؟ اهو الراجل ده بقى خدمة هنا جوه الميكروباص ده، وقاعد معاكم من اول السهرة وسمع كل كلامكم من اول بقى البيك فاير لغاية الخوابير. هاتي بقى الشنطة دي نشوف فيها ايه. يا سلام يا سلام على البرشام اللي في كل حتة. الله 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 الله، الحتة دي بقى كده لوحدها اتجار. بس انا بشرب والله. بس مصدقك وعارف كمان انك بنت ناس ومحترمة، بس الأهم من ده كله بقى انك تسمعي الكلام. يا ترى بقى انت بتسمعي الكلام؟ أنا تحت أمر حضرتك. حلو أوي، كده نتفق مع بعض. بص يا رشا، انت قدامك حل من الاثنين. شايف البوكس اللي قدامك ده؟ تنزلي من نفسك كده معززة مكرمة وتروحي تتشرفي وتركبيه. يا إما هتاخدي بالجزمة وبرضه هتروح تركبي نفس البوكس. كلامي واضح ولا في حاجة مش مفهومة؟ واضح. يلا يا حلو. لا لا سيبها، هي عارفة طريقها كويس. يلا حبيبتي على البوكس. وانت هتتفرج علينا كتير ولا ايه؟ يلا معاها على البوكس يا حبيبي. ماشي يا باشا ماشي. بقول لك يا جمعة. تمام يا فندم. العربية دي تجيبها لي على الاسم وتحرص كل اللي فيها، اوعى تسيب حاجة. حاضر يا فندم. يلا. جرى ايه يا علي بيه؟ هو ده اللي اتفقنا عليه ولا ايه؟ المأمون بيه انا ما قصرتش في حاجة وسعادتك عارف. ازاي بقى؟ وارض الاسماعيليه مش في الحسبان ولا ايه؟ لا يا باشا في الحسبان، بس دي ارض عليها مشاكل ورثه، وانت عارف انا لسه محل تاج. لا يا شيخ، تصدق انا اقتنعت وصبت عليا، والارض دي يعني لو عليها مشاكل انا مش هعرف احلها لك. اسمع علي، انا شايل عنك بلاوي كتير، بلاوي سودة، ولو رفعت ايدي عنك هتقضي عمرك كله في السجن، ولا انت مش واخد بالك؟ لا يا باشا واخد بالي، سعادتك الخير والبركه. امال احنا بننام مطمنين ليه يا باشا؟ عشان موجود سعادتك في الدنيا. طب حلو،
اديني مخليك تنام وترتاح، مع اني يا اخي انا الحاجات دي مخلياني انا ما نمش ولا ارتاح. عارف ليه؟ عشان اللي تحت ايدي لو تعرف ان هو تحت ايدي هروح في 60 داهية وقابلك. مفهوم يا باشا مفهوم. ارض اسماعيليه اعتبرها تخلص ان شاء الله في خلال الاسبوع ده، بس ساعتك بقى تحضر لنا الخروف. خرفان كتير، عندي 500 رقم قومي في المكتب كلهم جاهزين يشيلوا، بس انت خلص. خلاص يا باشا، يبقى هتستنى مني تليفون كده في خلال الاسبوع اللي جاي. استاذن انا معلي. السلام. سلام يا باشا. ده مقفول ده ليه؟ أصدر مجلس الأمن قرارا بالإجماع يضع خريطة طريق لعملية الانتقال السياسي في سوريا، ويدعو القرار الأمين العام المتحدة إلى دعوة ممثلين. لا ولا حاجة، بس تليفوني مقفول كده. المشاركة بشكل عاجل في مالك مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي مطلع شهر يناير المقبل. إمتى الكلام ده؟ الفجر؟ إيه ده؟ طب إيه دي؟ هما في اسمي ايه؟ طيب خلاص يا ست فيل، انا هطمن واطمنك. مع السلامة. ادخل يا ابني، تعال. الو عمرو بيه، ازاي؟ ازاي حضرتك؟ مستشار مأمون عالم الدين معاك. اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك. انت حضرتك في الاسم ولا ايه؟ طب كويس. جات لك بنت اسمها رشا رؤوف الجمال. بنت رؤوف الجمال يعني. ودي تبقى بنت عم مراتي. ايوه. جات لك النهارده الفجر. ازاي كده؟ راحوا على النيابة على طول؟ ايه ده؟ طيب ماشي ماشي. طب ممكن حضرتك تبعت لي رقم المحضر بتاعهم؟ على الواتساب بتاعي. بس بسرعة لو سمحت. لا لا أنا فاهم فاهم. متشكر. اتفضل. اتفضل. مع السلامة. أشرف. تطلع على نيابة الدقي فورا. استنى مني التليفون. أنا هقول لك تعمل إيه. تحت أمر سعادتك يا باشا. وسنلاحق أي منظمة إرهابية تستهدف شعوبنا. لا نعرف تفاصيل ما حدث ونحن على اتصال مع المسؤولين. ولا كلمة ولا حس ولا نفس. واحنا هيحصل لنا ايه دلوقتي؟ انا كده ده رايحين في 60 داهيه طبعا. ابوس ايدك يا وليد، ابوس ايدك براي. انا ممكن لو اتحبست جرالي اي حاجه انا ممكن اموت نفسي. هو انا هبرايك والبسها انا يعني؟ ده بتعيد ان شاء الله. هو انا كنت بضرب لوحدي؟ لا ده انت كنت شغاله معايا الله ينور. ده انت حوت وانا بلاحق عليكي. كله منك انت، انت اللي علمتني الزفت ده يا زباله. انا حيوانه دي سمعت كلامك. لا والله اصبتك انا على الضرب ده. ده اليوم اللي كنت بشتغل فيه وما جبلكيش فيه التموين بتاعك كنت بتتجنني في التليفون. مين اللي علمني الزفت ده من الاول؟ مش انت يا حيوان؟ بس بقى ما توجعيش دماغنا. بعدين فين صحيح اهلك انتوا قالوا الزفت اللي وجعتيلي بيهم دماغنا؟ ما يجوا يشيلونا وما فين؟ بس يا ابني انت وهي بقى وجعتوا دماغي. بقول لك ايه؟ محدش هينفعكم، انتوا رايحين للي ما بيرحمش. هو مين ده؟ رئيس النيابه هنا يا سيدي، سياده المستشار محمود وجيه. لا بينفع معاه مكالمات من فوق ولا وصايه ولا اي حاجه.
وكل وكلاء النيابه اللي هنا عارفين دماغه. يا نهار اسود ومنيل. اسود ومنيل؟ ده انت متفائل، انت كده كده شايلينها، اصل ده تلبس. تمام، محاضره الضابط عامل لكم حته محضر صح الصح، يعني هتتشيعوا هتتشيعوا. الله يطمنك الله يطمنك. بس بقى كفايه زفت يا ياض. طب بقول لك ايه يا باشا، انا بصراحه اول مره اتحط في حوار زي ده، اعتبرني اخوك الصغير كده عشان انت راجل فاهم وعارف. قول لي نعمل ايه الاخر؟ يعني محمد ايه اسم كده من الاسماء الكبيره، وكم عقلكم شويه فلوس يمكن يعمل لكم حاجه. سمعتي بابا؟ الحقني يا بابا. ما تخافيش ما تخافيش يا حبيبتي ما تخافيش. اهلا يا انكل راؤوف. انكل في عينك يا حيوان، انت تخلص خالص فاهم ولا لا؟ ما تخافيش يا رشا، انا مش ساكت وان شاء الله هتروحي معايا يا حبيبتي. تروح معاك فين بس؟ ايوه وانا يا انكل مش هروح. بقول لك انت تخلص، انا لو طول قتلك بايديا هقتلك. انا مش نصحتك ما تعرفيش الحيوان ده تاني؟ مش وقت الكلام ده يا بابا، ده بيقول ان رئيس النيابه صاحبي جدا ومحبكها على الاخر. يعني يا باشا ده سياده المستشار محمود وجيه، لو حياتك ما تعرفوش اسال عليه، لو معاك وصيه الدنيا كلها ولا يفرق معاه، طالما لما غصب الكلمه يعني الناس دي جايه في الغلط بيحبس على طول. انا لسه بقول لهم يجيبوا محمد قيري.